بونجور مي شير، جيسبر كو فوزالي بيان. السلام عليكم، نتمنى ان تكون بصحه جيده. في هذا الفيديو سنتعرف على لي كلاس دو مو، او مختلف انواع الكلمات. عندنا لي مو فاريابل اي لي مو انفاريابل، الكلمات التي تتغير والكلمات التي لا تتغير. في هذا الفيديو سنركز على لي مو انفاريابل. اذا ما هي هاد لي مو انفاريابل وكيف تكتب؟ D'abord, quels sont les mots invariables? Les mots invariables ne changent jamais d'orthographe et ne s'accordent ni en genre ni en nombre avec les mots qu'ils accompagnent. Les kalimat allati la tataghayyar la tughayyir abadan kitabatha bihayth annaha la tatba' la an-naw' wala al-'adad. Les kalimat allati turafi'uha bihayth annaha tabqa thabita 'ala al-shakl allati ta'ti 'alayh. Anna laysa hunaka qa'ida khassa li ta'allum kitabatha. Il n'y a pas de règle particulière pour apprendre l'orthographe. Et l'on existe plusieurs catégories. هناك فئات متعددة من الكلمات الثابتة، وهم les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination, les tangents, les interjonctions, etc. إذن هناك الحروف، حرف العطف، الروابط، الحال، الظرف. Donc voici les principaux mots invariables. تعرف على الكلمات الثابتة الأساسية. Les prépositions أو حروف الجر. يمكنكم رجوع إلى الفيديو لي بريبوزيسيون. هناك أ دو بار بور أفيك سان شي فيغ. هاد الحروف هي دي مو انفاريابل، يعني ثابتة لا تتغير في شكلها بحيث تبقى كما هي، ولا الجمع ولا المثنى، تبقى كما هي بنفس الكتابة. دوزيام كاتيغوري لي كونجونكسيون دو كوردينياسيون، إذا أدوات الربط. رجعوا إلى الفيديو الخاص بأدوات الربط، أدوات الربط المعروفة التي هي مي أو إي دونك أور ني كار. مي أو إي دونك أور ني كار، هاتي الجملة تسألوننا حفظ أدوات الربط. هاتي الأدوات لا تتغير، تبقى كما هي ثابتة. دي مو زانفيرب. لي زادفيرب، لي زادفيرب نقول بالعربية الحال أو الظروف. إذا يمكنكم رجعوا إلى الفيديو المخصص لذلك. عندنا دي زادفيرب دو مانيير، إذا هي الحال، مثال gentiment, sagement, calmement, rapidement, lentement, joyeusement, paisiblement, énormément, évidemment. اذا هاد الحال او les adverbes تبقى كما هي، لا تاخذ علامات لا التانيث ولا الجمع ولا المفرد ولا المذكر. عندنا ايضا les adverbes de temps، اذا ظرف زمان. aujourd'hui, demain, après, jamais, encore, parfois, autrefois, tôt, aussitôt, déjà, maintenant, désormais, durant, soudain. إذن هاتي الكلمات أو الظروف تبقى على الصورة التي تأتي عليها، لا تتغير في كتابتها. Ce sont des mots invariables, ثابتين. تعبر عن الزمان. نستعملها من أجل التعبير عن الزمان. أيضا les adverbes de lieu أو ظرف مكان، عبارات كثيرة منها ici, là, là-bas, devant, derrière, dessus, auprès, à l'arrière, chez, parmi, autour, dehors, dedans, partout, loin, près, entre. إذا نجدها للتعبير عن المكان، لا تتغير، تبقى الصورة التي كتبت عليها من غير أي علامات الجمع أو التأنيث، رغم أنها تأتي في جملة تدل على الجمع أو التأنيث، تبقى ثابتة. Ce sont des mots invariables. هناك أيضا les adverbes أو ظروف de quantité. الكونتيتي أو الكمية. trop, assez, peu, beaucoup, moins, davantage, tant, autant, tellement, guerre, plus, plus, environ. إذن هات العبارات كذلك تدل على الكمية، رغم أنها تأتي في جمل en pluriel أو الجمع، فإنها تبقى في الصورة التي تأتي عليها من غير أن نضيف لا أو فيمينا ولا إس بلوريال. les adverbes de négation أو نفي. ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. إذن هاد العبارات
تستعمل للتعبير عن النفي، تبقى كما هي على الصورة، ne pas كما هي، ne plus كذلك، ne jamais لا تتغير، تبقى كما هي. Quatrième catégorie أو الفئة الرابعة، les interjections. إذن هناك عبارات تستعمل ليس لها معنى محدد بل تعبر عن الإحساس، مثلا عندنا نقول آه يوبي زوت إلاس أوب إي آي. إذن هذه العبارات تبقى ثابتة، سوسون دي موز انفاريابل، تكتب كما هي من غير أن يلحقها أي تغيير للتعبير عن إحساس ما، الغضب، الفرح، إكسيتيرا. Pour vérifier votre compréhension, faites cet exercice. سأقدم فيكم أنجز هذا التمرين. Relève les mots invariables. استخرج الكلمات الثابتة أو التي لا تتغير في هذه الجمل. الجملة الأولى أو bien la première phrase. Le chat se cache sous la table. Deuxième phrase. Demain, j'irai à Ifrane. Troisième. Je ne veux ni thé ni café. Quatrième. Il est tard de se promener dans la ville. Cinquième. Elle avance doucement vers la porte. Sixième, elle aime beaucoup le foot, mais elle a peu de temps à perdre. إذن ركزوا جيدا في هذه الجمل، أوقفوا الفيديو وأنجزوه بدون أن ترجعوا إلى التصحيح الذي يوجد في آخر الفيديو. عليكم أن تجيدوا وحدكم للتأكد من فهمكم، فهو سهل جدا. بعد أن شاهدتم الفيديو بعد أن رجعتم إلى الفيديوهات المتعلقة ب les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination، يمكنكم بكل سهولة أن تنجزوه. إذن ركزوا جيدا، أتمنى أن تكونوا أجبتم عليه. Votre temps, mes chers, ne trichez pas. Je vous regarde. Même si vous êtes seul. Alors, la correction sera quoi? إذن الإجابة الصحيحة هي الجملة الأولى sous. La première phrase, sous, douzième, ou la jumla thania, demain, à. La thalita, ne, ni, ni. Quatrième, tard, de, dans. Cinquième, doucement, vers. Sixième, beaucoup, mais, peu, de, à. إذن أتمنى أن تكونوا قد أجبتم إجابة صحيحة. يكفي فقط الرجوع إلى الفيديو وتكراره حتى تفهموا ولا تجيبوا إجابة خاطئة، كما يمكنكم الرجوع إلى الفيديوهات المتعلقة فكلها مرتبطة في قناتي، لأن les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination عندي فيديوهات مستقلة يمكن لكم الرجوع إليها والتأكد من فهمكم للدروس إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية ولم يبقى لنا إلا القول merci bien pour vous tous. شكرا لكم جميعا، ولا تنسونا بسابوني أو اشتراك، تفعيل الجرس، وإعجاب أو لايك أو جيم لمحتوى القناة لكي تدعمونا لكي يصلكم دائما الجديد ونعطي أكثر.